المقدمة الخامسة والأخيرة، ما هو الغرض من هذا الرد؟ الغرض بيان الحق وإزالة الغبار والشوائب التي علقت بأذهان الكثيرين بالنسبة للدعوة السلفية. نازل الدعوة السلفية نقية وصافية وطيبة، وطريق يشرح الصدور ويوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فيه حسن الظن وفيه الرفق واللين وتقديم الخير للناس، الرفق بالمسلمين والشدة على الكفار وأعداء الله سبحانه وتعالى، فيه مراعاة لما يصلح العباد في دينهم ودنياهم. والدعوة السلفية تحارب الشر كله وتحارب الباطل كله وتدعو إلى الخير كله، دعوة نقية صافية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء. لو كان على مثل الحمراء الزرقاء، الغبار ما بيظهر فيها، كان على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أو على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. طريق واضح ونقي نور يهدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فنحن دارين بين الحق في وقت سكت فيه من تعلم وجلس للعلماء. امشوا دكاترة زي دكتور اسمه خالد عبد اللطيف، يمشي آخر الدنيا هناك أو أول الدنيا، غادي يمشي بلاد الحرمين ويقعد لعلماء كبار سنين، يقعد ويدرس ويدو دكتوراه عديل في الجامعة، أو يتخرجوا لحد ما يصل درجة الدكتوراه ويجي الجماعة يقولوا ده أعلم زول بالعقيدة، أعلم زول بالعقيدة، الشرك منتشر في بلده والباطل، وناس اتآلفوا مع أهل الشرك كما سيتبين إن شاء الله. هو قاعد مع الناس دي والشباب يمشوا له العقيدة الأشعرية والمبادئ الكذي وإلى آخره، والناس الكلام. أنا مرة مشيت درس قعدت ربع ساعة ما فاهم أي شيء، بتكلم باللغة العربية كلمة إنجليزية ما جابها، ربع ساعة في الحلفاية بتكلم في كتاب التوحيد. لاحظ الموضوع، يعني مش في وصول الفقه ولا مسائل ولا المواريث ولا مسائل دارة تركيز شديد، توحيد والله ربع ساعة ما فاهم أي شيء. يقول لك لأنك أنت ما تفهم لغة العلماء، ما جينا قعدنا بسيط، ما تقول قعدنا مع العلماء يعني شخصيا، يعني قعدنا للعلماء كلام جد فيهم ناو. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلاما يفهمه القاصي والداني، والأعرابي وغيره من الناس يفهم كلامه، كلام كثير في النائج ترى العجب العجاب، غباشة حول السلفية وباطل كثير، وهم جالسون في وسط أهل الباطل وفي وسط أهل التميع. تكلم في التراب وترد عليه وتشد عليه، الجماعة يمشوا ده كذا، المواضيع دي طويلة، لكن خلونا شنو في الموضوع ده. طيب، الغرض الثاني تحذير الناس، تحذير الناس من الباطل وأهله، دل أهل الباطل وإن انتسبوا إلى أهل السنة، والله أهل الباطل، وسيعلمون الآن هم بعد سماعهم لهذا الكلام إن سمعوا إن شاء الله تعالى، سيعلمون أنهم على باطل. بعد ذلك إحنا شنو؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب، ثاني نحن ما بضرنا كثير، لأن نحذر الناس. في شباب بس دخلوا جديد في الدعوة، دخلتهم كذي ماشين إلين فيهم واحد يقول لهم الله، في واحد زول قوي والزول ده ما شاء الله والزول ده كذي ما بخاف، راح شوفوه، يودوه الشاب لمحمد مصطفى، ما بخاف، ده كلام ساي، ده كلام ساي بيجيك في وقته، ما بخاف وإلى آخره، ما بخاف دي في إطار معين عند أحد معين. لكن السلفي بحق لا يخشى في الله لومة لائم، وإن كبر فلان وإن صغر، وإن كان شرسا وإن كان بليغا، وإن عليه من بأقطارها، لا يخشى في الله لومة لائم.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، الله سبحانه وتعالى. خايفين على الشباب ديل، في شباب استقاموا جديد فوالي خشوا في الحزبية، جابون يجيبون لذاك ثلاثة طلقات يجي من مصر، ثلاثة طلقات وإلى آخره، محمد حسين يعقوب. واحد مرة ناقشني قبل 4 سنة فيه، بعد ناقشته وفيه خير الزول ناقشني ده، قال لي أنا بسمع عليه وبسبب قيد بصوم الاثنين والخميس وماشي كويس إلى آخره، ده حاجات من الدين، هو فيه خير. أنا قلت فيه خير، دي ما موازنات للكلام الجاي ده. بعد ناقشته ذكرت له الحجج استجاب، وده الخير هنا. بعد استجاب قال لي والله أقول لك شيء، أنا والله سمعت له 1000 محاضرة ما عرفت الاستغاثة بغير الله شرك إلا بعد جيت الخرطوم. 1000 محاضرة ما تعرف الاستغاثة بغير الله الشرك، دي دعوة حق يا ناس؟ دي دعوة الرسل؟ 1000 محاضرة رسول بيجي وجبريل أسي، بكرة الناس جد بتعرف الدعوة، كلمة واحدة بقولها لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، موضوع خلاص. افهموا دعوة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. 1000 محاضرة ما عارف الاستغاثة بغير الله شرك، تعال لو صمت 2 وخميس وصمت يوم وفطيت يوم وقمت الليل وعملت وإلى آخره، فائدة من الدعوة دي شنو؟ والناس في بلد يعج فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنحن بنحذر الناس بالأدلة والبراهين الواضحة إن شاء الله تعالى. شباب استقمت جديد أعرف الكلام ده، الناس دي المنحرفين ما تخش معاهم، يعني نخش معاكم انتوا نحن منو؟ ويعني انتوا جماعة ناس فلان عصبجية؟ لا لا ما عصبجية، سمانا ذاك براو، والله ما عصبجية، عصبجي هو والله. انتوا عصبجية يا جماعة، انتوا كيف ما عصبجية؟ نحن ما عصبجية يا ناس، يعني قصدك منو؟ لا والله مزمل والشباب اللي معاه ديل، ايوه ديل يا هون، اي شباب ديل شت بيه مزمل ذاته، وابو بكر وغيره بيجوا بصلوا مع محي الدين، تعال بعد الجمعة امسك الميكروفون قول مزمل ضال، ابو بكر ضال، بيه ابي بكر، وفلان ضال وفلان ضال، شوف في زول يديك بنية، والله زول ما يضربك، يقوم بالراحة مزمل امسك الميكروفون ان شاء الله 1 2 3 4 بتقع انتهى الموضوع، بفضل الله ما بفضله هو، بفكوك بتمش، لا في زول بضربك لا كده، دي في أعصاب هنا، لكن اتحداك مش مربع 5، خد جوا اقف قدام. طبعا ان ظاهر شايفينك ده موضوعك اصله واضح، واحد بيشتم اخواننا ديل لكن بيرد على محمد مصطفى رد كده ظريف، يقول لك محمد مصطفى والله اخطا في موضوع الصحابه، لكن خطأه ده ما معناه انه بسب الصحابه، بيعذره يعني في الموضوع ده، مع انه ما بيعذر بالجهل، الزول لذاته. بعدين واحد صاحبه قال لي ماشي احضر محاضره واحد ولد دخل، لي ما اقدر اجيب اسمه، ده الوحيد اللي ما بجيب اسمه لانه ما فيه فايده، معلش مسكين وانتهى، سوى له هيجه 2 3 وانتهى، مشى قال احضر محاضرته، لما في واحد نسيب الشيخ ذاك قال له انت بتتكلم في الشيخ اطلع برا، طردوا، تكلم في الشيخ بس طردوا، مع انه هو ما بقول كلامنا في محمد مصطفى، لو بيقول كلامنا ده انا ما عارف كان يسوي ليش، هو بقول الشيخ ده ما بسب الصحابه، ده ما منهجه، لكن في دي اخطا، مش كلام جايها له شويه، كلامه باطل ده ذاته. بعد ده امش مسجد محمد مصطفى اقف قول له قول له السلام عليكم يا ناس، عليكم السلام، كلام محمد مصطفى باطل، كلامه في انه الصحابه اقتتلوا في السلطه باطل، كلامه في المركز العام باطل، تكفيره لبعض السلفيين والمسلمين باطل، كذب الواضح باطل، وجيب البراهين، تعال امرق بكرعيك وقابلني تاني، بتمرق ولا بدقوك؟ اسالك بالله ما بدقوك؟ ما بدقوك؟ والله يدقوك. العصبجيه يا تنهن ولا نحن؟ ده مقياس انا بديك له، هسي بكره تعال المسجد يوم الجمعه بعد 2 3 تعال نبذنا تمام، كان زول دقاك تاني سمينا عصبجيه. لكن امشي هناك ياخذ لك الكلام، الموضوع ده طويل جدا. طيب هذه بعض الاغراض، ونسال الله تعالى التوفيق والسداد. كذلك من اهداف هذا الرد
أن الذي فيه خير من هذه الجماعة يرجع إلى الحق. وهذا الذي يسرنا، والله لو رجعوا إلى الحق لسجدنا لله شكرا. بكرة يرجعوا للحق أخواننا وعفى الله عما سلف، وكل باب النبز والردود كلها تنقفل، يرجعوا للحق. ولتقام الحجة على المعاند والمصر منهم، هذا الغرض من الرد باختصار. طيب.